للتوجه إلى مجلس محافظة ذي قار ودعوة السيد المحافظ للاجتماع معهم جميعا وطرح هذه المطالب. ثانيا، تقديم طلب بشكل رسمي إلى رئيس مجلس المحافظة بضرورة إكمال الممر الثاني للطريق من تقاطع الإصلاح إلى قضاء الشبايش وبشكل عاجل لحق دماء أهالي هذه المناطق. إضافة هذا المشروع ضمن مشاريع المحافظة لعام 2018 وإعطائه الأولوية لأهميته القصوى بالحفاظ على أرواح الناس. رابعا، تقديم دعوة قضائية للمدعي العام باسم أهالي هذه المناطق بعنوان كشف حساب لأموال أنعاش الأهوار للكشف عن حجم هذه الأموال وأين تم صرفها وما هي المشاريع التي صرفت عليها. خامسا، إذا لم يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء من قبل مجلس المحافظة بخصوص هذا الطريق وخلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تسليم المطالب فإن الأهالي سيقومون بمظاهرات أمام أبواب مجلس المحافظة وكذلك القيام بخطوات تصعيدية تصل إلى قطع الطرق إذا لم يتم الاستجابة من قبل الحكومة المحلية لمطالب أهالي هذه المناطق المظلومة من قبل حكم صدام البائد وحتى هذا الحكم أيضا من 2003 ولحد اليوم. هاي البيان الختام اللي كتبوه. اجتماع هذا اليوم قضاء الشبايش اللي يتكون من ناحية المنار وناحية الفهود وقضاء الشبايش اجتمعوا من أجل الشارع العام اللي يمتد من قضاء الشبايش إلى محافظة ذي قار اللي هو هذا الطريق طريق الموت اللي أدى بكثير من الضحايا وكثير من الشخصيات وكثير من الناس الطيبة اللي راحت بسبب هذه الحوادث وسبب ضيق الشارع والطالب ولازلنا نطالب أن يكون يعني السيد الثاني وإن شاء الله سوف نشكل وفد من قضاء الشبايش وناحية المنار وناحية الفهود لحل هذه الأزمة ونطالب الدولة بالسيد الثاني ونسأل الله أن يوفقنا ويوفق الجميع لخدمة قضاء الشبايش والشعب العراقي بصورة عامة ومحافظة ذي قار خاص سيد موسى الخرسان. على كل حال احنا معاكم عسترا والضراء تردون بالمظاهرة قدامكم للمحافظ قدامكم للوزير قدامكم تخسرون احنا وياكم الجهد اللي نقدر ان شاء الله وياكم احنا واخوتنا واحنا بخدمتكم. سيد موسى الخرسان سيد موسى وكان الحضور من شيوخ قضاء الشبايش وناحية المنار وناحية الفود وتم الاجتماع من نتائج الآتي: شكل وفد من ناحيتي الفود والمنار وقضاء الشبايش إلى محافظة ذي قار لحل مشكلة الشارع العام الرابط بين الإصلاح والشبايش. علي حسين خالد الفهداوي. وبجهود السادة الموجودين ناقشنا أمور عديدة من ضمنها أمور السيد الثاني طريق ناصرية شبايش والذي أدى بحياة أرواح الأبرياء يمكن ما يقارب بالمئات على هذا الشارع والذي يسمى طريق الموت. فنشكر جهود جميع الموجودين والحاضرين في هذا الصدد ونتمنى التعاون من الحكومة. شكلنا وفد من وجهاء المنطقة والسادة والمشايخ والذي سيذهب إلى السلطات العليا الموجودة في المحافظة وبالإضافة إلى ذلك بعد إكمال هذا الوفد إذا رأينا هنالك تعاون من قبل الحكومة المركزية والاتحادية هذا خير على خير، أما إذا لم يكن هناك جهات تصعيدية ومطالب تصعيدية بالمظاهرات أو قطع الطرق أو غيرها وإن شاء الله نتمنى التعاون من الجميع في هذا الأمر حفاظا على أرواح الأبرياء. أبو محمد قاسم العامر ناحية الفهود. إنه هذا الشارع من البصرة لياي خلص من الإصلاح خلص مو صحيح؟ هذا الراد لشنه تحريك من الناس، هاي الناس إذا ما يوصلون للدولة يأثرون على ناس. هل نحن نشتغل موقع الانتخابات الموجود هسه بحاجتنا الدولة؟ لأن الدولة إلى بعد الانتخابات إلى صاروا وفازوا بعد ما يلتفتونا وهسه حاليا محتاجيننا إحنا بهالظرف هذا الحالي، أما نجبرهم أما ما ننتخب ونأثر عليهم وإحنا راح نحقق الشيء اللي نريده، أما إلى فاتتنا الفرصة
بهاي المرحلة ترى ما نحصل شيء بعد. لا تتوقع إن شيء إنه بعد الانتخابات تحصل شيء. يوعدوك بشيء وماكو. اجتماعنا الاجتماع الثاني لتهيئة الأمور للمطالبة بالحقوق. لأنه وصلنا القناعة كاملة أنه الحكومات المتتالية على العراق ما تجيب لك أي مطالب إلا أنت طالبيها. وإحنا عندنا المطلب الرئيسي اللي هو السائد الثاني عوائل بأكملها راح الضحايا بالشارع، يا ما بيوت سدت بسبب الشارع هذا، يا ما شباب تعوقت، يا ما أيتام، يا ما أرامل. يعني شو ننتظر؟ ننتظر من حكومتنا أنه إجازونا على التضحيات اللي ضحيناها، أنه يجيبونا مشاريع تنفع هالشعب المظلوم هذا. لكن مع الأسف غصة أنه أنت تحكي عن شغلات اللي طتكيها الدولة، تحس بظلم، إذا ما شفنا أكو حل، أكو حلول أخرى اللي هي مثلا مظاهرات، اللي قطع الطريق مثل ما غيرنا سواها، اللي إذا جبرتنا الدولة عليها. أما إذا تنفذ الطريق إن شاء الله ما خلينا نوصل للحالة. مسافر غازي مشهد، قضاء شبايش. خلينا مطلب نهائي وراء نقرر، لازم نظهر نطلع الشارع الآن. المطلب حشين هذا قصور وأكد عليه أنا، وأنا متأكد هذا غير هذا ما راح يصير. تعريض الأرصفة وإبعاد المواكب عن الشارع العام. ولا أنا ذي ليلة الحجي قال أنت مشكلتك وين المواكب؟ راح تقريبا 50% من الحوادث تقل. وعلى حجات السيد مرور تخطط لنا الشارع تقريبا يعني نص المشكلة تنتهي. هذا المطلب الأول. كان هذا الاجتماع عقد هذه الليلة بتاريخ 16/2/2018، وكان ملخص هذا الاجتماع بتشكيل وفد يأتي إلى مجلس المحافظة للقب مجلس المحافظة والمحافظ لأجل الوقوف على أجل المطالبة بإنشاء هذه السايد، وتكون هنالك إذا لم تجد حلول لهذا لإنشاء هذا الطريق تكون هنالك مظاهرة سلمية من أهالي التشبايش وناحية المنار وناحية الفهود. حقيقة إحنا نتقدم بالشكر الجزيل لأهالي ناحية المنار لمطالبتهم بالطريق العام طريق تشبايش ناصرية، وتحفيزهم أهالي ناحية الفهود وقضاء تشبايش على هذا الطريق. حقيقة أن الأمور تسير في دوائر الدولة حسب الحاح والطلب، خاصة في الوقت الحاضر بعد التقشف والحرب على داعش يتطلب من عندنا احنا كهالي منطقة الفود وتشبايش والحمار الضغط على الحكومة المحلية والاتحادية بخصوص هذا الموضوع. هذا الموضوع جدا مهم، اودى بحياة كثير من الناس ولا يوجد له حل في الحكومة حاليا. الموضوع مهمل ومطروح في ناحية المنار حول الطريق الذي يربط قضاء تشبايش بمحافظة ذي قار. هذا الطريق أودى بحياة الأهالي بسبب كثرة السيارات الموجودة في البلد، وكونه طريق يربط قضاء المدينة وقضاء القرنة بمركز محافظة ذي قار، وطريق مهم ويحتاج إلى إكمال السائد الثاني، ولا بد من الموافقة على تخصيصات مالية من قبل الحكومة الاتحادية حول إكمال هذا السايد، ونأمل من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية السعي في إيجاد تخصيصات مالية لغرض إكمال هذا الشارع وإنقاذ حياة الأبرياء من المواطنين. عدنان عبد الله حيدر.